وصل إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء 12 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية المقدمة من الأردن تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. وأكد الهلال الأحمر المصري أن مصر من أوائل الدول التي ترسل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، موضحا أن شباب الهلال الأحمر المصري يقومون بتخزين المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرسمية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات. هذا وتشهد مستشفيات المحافظة استعدادات متواصلة لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. النهارده استلمنا أول شحنة من دولة الأردن الشقيقة في مطار العريش لدعم المصابين في غزة. وصلت المطار بالفعل 12 طن 950 كرتونة مساعدات طبية، وبإذن الله احنا بننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهلنا في فلسطين، وإن شاء الله احنا متواجدين على مدار 24 ساعة لدعم أهلنا في غزة. في إطار المساعدات الإنسانية اللي بتتم لشقائنا الفلسطينيين، تم اليوم وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية في إطار التنسيق اللي دايما بتكون مصر والأردن في طلعة الدول اللي بتقوم على خدمة القضية الفلسطينية. ويمكن أول شحنة مساعدات إنسانية تمت اليوم الوصول لمطار العريش بتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية، حوالي 12 طن من المساعدات الطبية والإنسانية. تم إرسال عدد 2 طن من المساعدات الإنسانية والأدوية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن شاء الله إحنا جاهزين زي ما أنتم شايفين في الصور الشباب الهلال الأحمر المصري بيقوم بتخزين المساعدات الإنسانية وسيتم إيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين فور التوصل إلى الهدنة اللي بتقودها مصر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أشقاء الفلسطينيين.